تامر تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليك السلام أخي الحبيب. والله العظيم إني أحبك. الله يسعدك. والله العظيم إن أهل الأردن وأنا وعيلتي وكل الناس يحبونك. منين من الأردن أنت؟ أنا من منطقة المفرق. والنعم. والله إني أحبك. المفرق شرق الأردن جميلة. أغلبها بني صخر وبني حسن الله يحفظهم. وبني خالد. وبني خالد والنعم هي. تسمح لي بس أعطيك شعر؟ أنا والله أشوف. لا ها يا أخي القصيد لا مشكلة قولوا للمنصوري يلا للمنصوري. طلبت القلم أن يمدح وسيم فمدحه القلم بكل انسجام وحنين عجبي على ذاك القلم كيف يمدح من كنت أمدحه سليم. الله يجزيك الخير. بس عندي سؤال أو سؤالين. كم عمرك أنت؟ أنا عمري 18 سنة. ما شاء الله. تدرس ولا؟ أدرس نعم. وين تدرس؟ مدرسة الحيادة. شو تخصص؟ أنا لا بعدني طالب توجيهي. ثانوية عامة. نعم. الله يكون في عونه. عندي سؤالين ممكن؟ قل لي. في عندنا خطيب الجامع حرم كرة القدم. عادي. زين شو الجديد؟ نعم. شو الجديد؟ يعني بس أصحابي بطلوا لا يروحوا معي على الملاعب ويحضروا ولا شيء. ليه حرم هذا؟ اسألوه ليه حرام؟ تلهيك عن الصلاة وتلهيك عن الأمور الخير. كله وأنت الحين تتابعني وأنت زين قل له إذا صلينا إحنا منصلي بعد العشاء بنلعب بعد كرة بعد العشاء وين المشكلة؟ كل شيء يلهيك عن الصلاة يصبح حرام كل شيء يلهيك عن الصلاة يصبح حرام يعني ليه بس نعم. هو اختار كرة القدم؟ والله قال يلهيك عن الصلاة وما أدري. قل له بعد العشاء. والله ما عندي يعني هو بس تسأل زي هيك يسكت. وعندي سؤال ثاني شيخ. أنت مقتنع بالفتوى؟ خلي وسيم على جنب وش أنت مقتنع؟ لا والله مش مقتنع. أيوة الحرام اسمع الحرام ما حرمه الله. كرة القدم رياضة مثل أي رياضة في العالم. بسألك سؤال السباحة حلال ولا حرام؟ السباحة حلال. عمر الخطاب ماذا قال؟ علموا أبناكم إيه؟ ركوب الخيل والسباحة. والسباحة. أنا الآن بسبح. والتهيت عن الصلاة شو صار حكم السباحة؟ حرام. عرفت نعم. وصلت الفكرة؟ عرفت. فأنت لما تقول كرة القدم حرام لماذا تلهي عن ذكر الله؟ لا والله أي شيء يلهي عن ذكر الله معروف يعني أي شيء زين؟ والله هذه المشايخ حرام يعني هي. فأنت مثل هذا شوف اللي يفتي مثل هذا نصيحة لك كأخ هؤلاء موجودون في كل دولة وهذا الفكر موجود في كل دولة وأحدهم ألف كتاب في هذا مثل هذا نعم. نصيحة أنت كشاب لا تستمع له تدري ليه؟ لأنه يا بتطلع يا أنت لا قدر الله تلتحق بداعش يا بصيبك مرض نفسي لا قدر الله فنصيحة لا تسمع له. السؤال الثاني ممكن السؤال الثاني؟ ايه تفضل. في عندي أخوي الكبير نعم يقول إن الحب حرام إلا بعد ما تتزوج نعم يعني حرام فترة الخطبة شوفها وتصير تحبها. فترة الخطوبة اللي هي في الأردن عندكم فترة خطوبة تكتب كتابك صح؟ نعم. إيه أصبحت زوجتك؟ هو الآن هو قدام التلفزيون يعني يحضرك ممكن توجه له نصيحة؟ فترة الخطوبة في الأردن حتى أخبركم يعني لأنه بعض الناس بيقول لك بمصر مثلا فترة الخطوبة ما فيها كتب كتاب يختلف. نعم. لكن في الأردن الخطوبة عندهم أنه مثلا خطوبة يكتب كتاب فبيسموها يعني يكتب كتاب خلاص عقد قران زواج. بس متى يعتبرون في الأردن الزواج؟ بعد إيه؟ بعد العرس الحفلة. نعم. مجرد ما كتبت عليها أن تعتبر زوجة. نعم. علمت؟ فلا عادي تتغزل فيها وعادي تحبها. إذا ما حبيتها فترة الخطوبة متى تحبها؟ فترة الطلاق؟ متى أحبها؟ أحلى شيء تحب فترة الخطوبة. إيه أحلى فترة هذه أخي. الله يعينك. قول لأخوك الله يعينك. والله غير أحكي له. أنت رجل لن يتكرر بالتاريخ. والله هذا أختم يعني كلامي معك. الله يسعدك وسلم على أهل المفرق. الله يسلمك يا شيخ. شكرا لك. ترى أهل المفرق فيهم كرم لا يوصف للعلم. أنا يعني أعرفهم عن قرب خصوصا بني خالد وبني حسن ما شاء الله عليك.